السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور وحيد أحمد ماهر، ونشتغل مع بعض مادة بحوث العمليات والطرق الكمية. هنبتدي مع بعض المحاضرة الأولى اللي هي نماذج اتخاذ القرار. عندي 3 نماذج لاتخاذ القرار، وهم نماذج التأكد ونموذج المخاطرة ونموذج عدم التأكد. الفرق الأساسي والجوهري في الاختلافات ما بين النماذج الثلاث: أول حاجة عندنا في نموذج التأكد، هنا يتوفر لمتخذ القرار معلومات كاملة عن المشكلة وما يتعلق بها من تفاصيل دقيقة سوف تحدث مستقبلا. مثال على كده، لو أنت مثلا معاك مبلغ وليكن 10,000 جنيه وعاوز تحطهم في البنك، وعندك 3 بدائل. البديل الأول أنت تحطهم في حساب استثمار هيديك عائد مثلا 10%، أو هتحطهم على شكل شهادات تديك عائد 12%، أو على شكل وديعة تديك عائد 14%. فأنت هنا على تأكد تام، لو أنا حطيت فلوسي على شكل حساب استثمار هحصل على 10%، أو على شهادات 12%، أو كوديعة يبقى 14%. طب النموذج التاني اللي هو نموذج المخاطرة، هنا متخذ القرار لديه جزء من المعلومات بالإضافة إلى علم تام باحتمالات حدوث كل بديل. طب النموذج الثالث هنسميه نموذج عدم التأكد، وهنا لا يتوفر لمتخذ القرار أي معلومات لتقدير احتمالات حدوث كل حالة طبيعة، وهنا هتكون نسبة المخاطرة عالية مقارنة بالبدائل أو بالنماذج الأخرى. هنبتدي الأول بتمرين على نموذج عدم التأكد. طبعا نموذج عدم التأكد يندرج تحته عدة معايير، منها معيار أقصى الأقصى، ومعيار أقصى الأدنى، ومعيار لابلاس، ومعيار هيروس. هنا في التمرين ده هنشوف هو بيديني 4 بدائل اللي هو نون 1 ونون 2 ونون 3 ونون 4، وبيديني كمان 4 حالات طبيعة اللي هما هنسميهم ميم 1 وميم 2 وميم 3 وميم 4، وطالب مني ان انا اساعد متخذ القرار في اتخاذ قراره في ظل المعايير التالية. اول معيار هو معيار اقصى الاقصى، او ساعات بنسميه التفاؤل الشديد، ومعيار اقصى الادنى اللي احنا ساعات بنسميه التشاؤم الشديد. هنا هنحل ازاي؟ اول حاجة هنكون الجدول تاني، او هنكتبه مرة اخرى زي ما هو مدولي بالظبط، حسب البدائل وحسب حالات الطبيعة اللي عندنا. وبعدين في معيار أقصى الأقصى هشتغل إزاي؟ أول حاجة هختار أكبر رقم في كل صف أو في كل بديل، يعني البديل الأول هو نون 1 أكبر رقم فيه اللي هو 35، البديل الثاني اللي هو نون 2 أكبر رقم فيه اللي هو 25، البديل الثالث اللي هو نون 3 أكبر رقم فيه اللي هو 30. طب من الأرقام اللي طلعت دي اللي هي 35 و25 و30 أختار أكبر رقم فيهم اللي هو 35، وده هيبقى موجود عند البديل الأول اللي هو نون 1. طب معيار أقصى الأدنى أو التشاؤم الشديد، هنا في المعيار ده أنا هشتغل أو هختار إن أنا هختار أصغر رقم في كل صف أو في كل بديل، يعني البديل الأول اللي هو نون 1 أصغر رقم فيه اللي هو 23، البديل التاني اللي هو نون 2 أصغر رقم فيه اللي هو 20، البديل التالت اللي هو نون 3 أصغر رقم فيه اللي هو 19. طب لما اشتغلت بال3 أرقام دول هبتدي اختار اكبر رقم فيهم، باعتبار ان انا هختار دايما البديل اللي هو هيديني اكبر عائد حتى لو كنت متشائم. طبعا اكبر عائد هنا اللي هو هيبقى 23، وده موجود عند البديل الاول اللي هو نون 1. طب هنشوف تمرين تاني عبارة عن نفس الجدول اللي احنا خدناه، بس المرة دي بيقول لي ساعد متخذ القرار في اتخاذ قراره في ظل معيار لابلاس ومعيار هيروز. وهنا في معيار هيروز بيديني دايما فرض ان الفا بتساوي رقم معين، يعني في المثال ده مديني الفا بتساوي 7/10. طب احل ازاي؟ وطبعا نفس المثال اللي احنا اشتغلنا عليه في المعيارين السابقين، هبتدي احسب معيار لابلاس، ساعات بنسميه معيار تساوي الاحتمالات. باختصار معيار لابلاس هو كأن أنا بحسب القيمة المتوقعة لكل بديل، القيمة المتوقعة لكل بديل. طبعا دي بتيجي عن طريق
ان انا كاني بحسب الوسط الحسابي ليها. طبعا الوسط الحسابي هنا اللي هو مجموع القيم على عددها. طب هنا البديل الاول هو لون واحد، مجموع القيم اللي هو 23 زائد 25 زائد 35 زائد 29 على عددهم اللي هو 4، يبقى هنا هيطلع لي القيمة المتوقعة للبديل الأول 28. طب البديل التاني اللي هو نون 2، لو أنا حسبت الوسط الحسابي ليها أو القيمة المتوقعة بتاعتها، يبقى هجمع القيم اللي هي 20 زائد 21 زائد 25 زائد 25 وأقسمهم بعد كده على عددهم اللي هو 4، هيطلع لي الناتج 22.75%. برضو نفس الكلام في البديل التالت، هيطلع لي القيمة المتوقعة 23.25%. طب هنا هختار أي بديل؟ طبعا برضو هختار البديل اللي هيديني أكبر قيمة متوقعة، اللي هو طبعا في الحالة بتاعتنا دي اللي هو هيبقى 28، وذلك عند البديل نون واحد. طب معيار هيروس، لو عاوز أنا أشتغل تبعا لمعيار هيروس، أنا قلت هو هيديني في التمرين نسبة ألفا أو قيمة نسبة ألفا. طبعا نسبة ألفا هنا بتعبر عن نسبة التفاؤل. طبعا نسبة ألفا هنا هو مداني مثلا 7/10. طب هحسب ازاي القيمة المتوقعة؟ هحسب القيمة المتوقعة عن طريق ان انا بحسب اكبر عائد في كل بديل في الفا زائد اقل عائد في كل بديل في واحد ناقص الفا. طب هطبق الكلام ده على التمرين بتاعنا. هاجي عند البديل الاول هو لون واحد، اكبر رقم فيه هيبقى 35 في الفا اللي هي 7/10 زائد اقل رقم فيه اللي هو 23 في 1 ناقص ألفا أو 1 ناقص 7/10 اللي هو 3/10، هيديني الناتج 31.4. طيب هحسب نفس الكلام بالنسبة للبديل التاني، أكبر رقم في البديل التاني أو الصف التاني اللي هو هيبقى 25 وأقل رقم اللي هو 20. طبعا هيبقى 25 في ألفا اللي هو 7/10 زائد أقل رقم اللي هو 20 في 1 ناقص ألفا اللي هي هيبقى 3/10. هنحسب الكلام ده هيطلع 23.5. نفس الكلام هنعمله في البديل الثالث، هيطلع القيمة المتوقعة بتاعتنا 26.7. طب قرار النهائي، هختار أنهي بديل؟ هختار برضو البديل الذي يحقق أعلى عائد أو أعلى قيمة متوقعة، هيبقى 31.4، هو هيبقى البديل الأول. هاخد تمرين تاني، بس التمرين المرة دي أطبقه على نموذج المخاطرة. بيقول لي في التمرين ده لديك 250,000 جنيه، ولديك عدة بدائل لاستثمار هذا المبلغ. البديل الأول هو إيداع المبلغ في البنك لمدة سنة بمعدل فايدة بسيطة 7.5% سنويا. البديل الثاني شراء أسهم، وهنا نجد أنه إذا حدث رواج سترتفع أسعار الأسهم بنسبة 14%، سوف تحصل كمان على أرباح كوبونات 1200 جنيه، بينما لو ظل الاقتصاد ساكن سترتفع أسعار الأسهم بنسبة 6% وتحصل على أرباح 700 جنيه، بينما لو حدث انكماش سوف تنخفض أسعار الأسهم بنسبة 7-10%. طب البديل الثالث هو شراء أرض، ومع الرواج سيرتفع ثمنها بنسبة 22%، أما في السكون سيرتفع ثمنها بنسبة 14%، أما في حالة الانكماش ستنخفض ثمنها بنسبة 18%. ويقدر الخبراء أن احتمال حدوث حالة الرواج هو 20%، واحتمال السكون 45%، واحتمال الانكماش هنا هو مش مدولي في التمرين، بس طبعا حضرتك لازم تكون عارف ان مجموع احتمالات جميع حالات الطبيعة لازم تكون بتساوي 100% او واحد صحيح. طبعا هنا مديني احتمال الرواج 20% واحتمال السكون 45% بمجموعهم كده 65%، يبقى اقدر اجيب احتمال الانكماش اللي هو 100% ناقص مجموع احتمالي الرواج والسكون، هيبقى الباقي عندنا احتمال الانكماش بيساوي 35%. طب طالب ايه اساسا؟ ما هو القرار الامثل تبعا لمعيار القيمة النقدية المتوقعة، وما هي القيمة المتوقعة للمعلومات الكم؟ أنا هنا هاجي أحل إزاي؟ الأول لازم أكون مصفوفة العائد. طب ده هنا تمهيد للحل عشان أعرف إزاي أكون مصفوفة العائد بتاعتي. هنا في البديل الأول اللي هو إيداع 250,000 جنيه في البنك لمدة سنة بمعدل 7.5%. طبعا إحنا عارفين إن الفايدة بتحسب عن طريق قانون اللي هو المبلغ في المعدل في المدة. المبلغ هنا 250,000 في المعدل بتاعنا 7.5% في المدة لمدة سنة كاملة، يبقى هنا هنحسب الكلام ده هيطلع 18,750. طبعا هنلاحظ لما نيجي نكون المصفوفة بعد كده ان المبلغ ده هيبقى ثابت في جميع حالات الطبيعة،
عشان إن هنا السوق لو تم حصل أو تم حدوث الرواج أو السكون أو الانكماش، البنك هيديك نفس العائد اللي هو 18750. طب في البديل التاني اللي هو شراء أسهم، عندي 3 حالات، كل حالة طبعا هيبقى ليها رقم مختلف. أول حالة اللي هي حالة الرواج، قال لي هنا فيها إن هو لو بترتفع أسعار الأسهم بنسبة 14% ستحصل كمان على أرباح كوبونات 1200 جنيه. لو هحسب يعني المكسب بتاعي اللي هو بنسبة 14% هيبقى 250 ألف في 14% هيديني 35 ألف، زائد 1200 اللي هم الأرباح هيديني 36200. أما في السكون اللي هو هيبقى 250 ألف في نسبة المكسب بتاعتي اللي هي 6% هيديني 15 ألف، وقال لي في التمرين برضو إن أنا سوف أحصل على أرباح كونات ثابتة هنا 700 جنيه، يبقى 15700. طب في الإنكماش قال لي إن هو سوف تنخفض الأسهم بنسبة 10%، يبقى هنا 250 ألف في 10% هيديني 25 ألف، بس هنا الرقم نخلي بالنا نحطه بالسالب عشان هنا الأسعار قلت وبالتالي تعتبر خسارة. طب البديل الثالث اللي هو شراء الأرض، لو في رواج هيرتفع ثمنها بنسبة 22%، وبالتالي سوف نحصل على عائد أو ربح 250 ألف في 22 على 100 هيديني 55 ألف. في السكون برضه هيبقى فيه عائد أو ربح بنسبة 14%، هيبقى 250 ألف في 14% هيديني 35 ألف. طب في الإنكماش سوف تقل ثمن الأرض 18%، برضه هيبقى 250 ألف في 18% هيديني 45 ألف، بس الرقم برضه بالسالب عشان هنا هتبقى خسارة. من الأرقام اللي احنا جبناها من شوية هنكون الجدول. طبعا البديل الأول هو إيداع في البنك، هيبقى فيه قلنا رقم ثابت اللي هو 18750 في الـ3 حالات. شراء الأسهم عندي في الرواج 36200، في السكون 15700، في الحالة الثالثة اللي هو الانكماش هيبقى سالب 25000. في الأرض أو شراء الأرض البديل الثالث، في حالة الرواج 55000، في حالة السكون 35000، في حالة الانكماش هيبقى سالب 45000. طب أنا دلوقتي عاوز أحسب القيمة المتوقعة لكل بديل. طبعا هنا في حالة المخاطرة هيتم حساب القيمة المتوقعة لكل بديل عن طريق مجموع حاصل ضرب كل عائد في الاحتمال المقابل له. يعني هنا في البديل الأول هو إيداع في البنك، هيبقى العائد الأولاني اللي هو 18750 في الاحتمال بتاعه اللي هو 20%، زائد 18750 في العائد بتاعه 45%، زائد 18750 في العائد بتاع الحالة الثالثة للطبيعة اللي هو 35%، هيبقى الناتج 18750. طب في البديل الثاني اللي هو شراء أسهم، هحسب برضو مجموع كل عائد في الاحتمال المقابل له. يعني البديل الأول حالة الطبيعة الأولى اللي هو العائد بتاعها 36200 في احتمال حدوث الرواج هيبقى 20%، زائد 15700 في احتمال حدوث السكون اللي هو 45%، زائد سالب 25000 في احتمال حدوث الانكماش اللي هو 35%، هيديني القيمة المتوقعة للبديل الثاني هيبقى 5555. نفس الكلام هنعمله بالنسبة للبديل الثالث اللي هو شراء الأرض، هيبقى 55000 في 20%، زائد 35000 في 45%، زائد سالب 45000 في 35%، هيطلع الناتج 11000. طب قراري النهائي هنا اختار اني بديل من ضمن البدائل الثلاث؟ اختار البديل طبعا اللي هو صاحب اكبر قيمة نقدية متوقعة. هو في الحالة بتاعتنا هنا هيبقى البديل الاول، لانه يعطي 18750 وده أكبر قيمة نقدية متوقعة من البدائل الأساسية. كده يبقى احنا خلصنا مع بعض المحاضرة الأولى، ومع تمنياتي بالنجاح والتوفيق.